عايز اسالك برضو في حاجه مهمه جدا النهارده، وانت كمان تابعت مباراه الاهلي وانبي الفريق الاول من استاد القاهره. عايز برضو يعني التنسيق ما بين قطاع الناشئين وما بين الفريق الاول مستر رينيه فايلر، ده هيكون يعني حاجه مهمه جدا عشان توحيد اللاعب واللعيبه اللي هتصعد للفريق الاول. عايز اسمع اجابتك في المنطقه دي، ولكن نروح لفاصل وبعد كده نرجع نستكمل الحوار مع مستر مايكل بروكش المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الاهلي. بنجد تحيه بحضراتكم مره تانية. مستر بروكش، كنت بسالك قبل الفاصل، يعني انت شفت مباراه الاهلي وانبي وبرضو عن عمليه التنسيق ما بين قطاع الناشئين والفريق الاول. قبل ما اسالك عن عمليه التنسيق اللي هتتم ما بين قطاع الناشئين والسويسري نيف فايلر الفريق الاول، انطباعاتك الاول عن مباراه الاهلي وانبي اللي فاز فيها النادي الاهلي 2-0؟ طبعا صعب علينا نقيم فرقه بقيمه النادي الاهلي في ماتش واحد. Jakékoliv hodnocení by bylo nespravedlivé, protože byla dlouhá pauza kvůli koronaviru. اي تقييم بالنسبه لي دلوقتي بالنسبه للاهلي طبعا هيبقى غير عادل، عشان كان في فتره توقف كبيره بسبب فيروس كورونا. Myslím si, že je velmi důležité, že hráči i trenér zápas zvládli. اعتقد ان اهم حاجه ان المدرب واللعيبه عرفوا يعني يسيطروا على المباراه. وطبعا بارك طبعا النادي الاهلي على الفوز. وطبعا ده بيعتبر بلس ليهم ومكسب ليهم. وان هو بعد التوقف فده طبعا حاجه اكبر ان هم فازوا. عمليه التنسيق يعني خلال الفتره اللي فاتت، المدير الفني السويسري نيف فايلر المدير الفني للفريق الاول بدا يستعين ببعض اللاعبين من قطاع الناشئين. عملية التنسيق، هل دلوقتي ممكن يتم جلسة مثلا ما بين المدير الفني لقطاع الناشئين المدير الفني للفريق الأول علشان توحيد طرق اللعب، عشان النهاردة لما يستعين بلاعب من قطاع الناشئين يكون متحفظ طريقة اللعب وأسلوب اللعب والفكر للاعب، ممكن يطلع يشتغل بنفس السيستم؟ opravdu důležité je propojení mezi A týmem a sektorem juniorským. طبعا الاتصال طبعا بين الفرقة الأولى وقطاع الناشئين ده حاجة مهمة جدا. A v následujících dnech budeme sedět určitě s trenérem a seznámíme se, budeme si povídat. وفي الأيام الجاية إن شاء الله نوعه أكيد هي في أعداد وهنتكلم بخصوص كل الأمور الخاصة بقطاع الناشئين والفريق الأول. A budeme hledat společně cestu pro co nejlepší práci v klubu. وطبعا هنحاول ندور على أحسن وسيلة وأحسن طريقة للتعاون واللي تكون مثمرة للنادي الأهلي. اسمه بشتى يرن كلوب. ايش تدنو؟ اسمه بشتى يرن كلوب. فاحنا طبعا نادي واحد فلازم نتعاون مع بعض.